لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز شاووش. أهلا بكم أستاذ فايز. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. كيف تفسرون تزايد حالات اغتيال الناشطين في كربلاء، وإلى أي مدى تعد هذه المحاولات آخر أوراق الحكومة والميليشيات لإخماد الثورة؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى المتفضين في كل ساحات العراق البواسل. فيما يخص سؤالك، بكل تأكيد عندما تفلس هذه الحكومة أو هذه الأحزاب الحاكمة في ظل احتجاجات عارمة عمت جميع محافظات العراق، يبدو بأن لديها إلا ورقة واحدة، وهي مزيد من القتل والإرهاب لكي يضعن هذا الشعب أمام جبروتها وأمام بطشها. ولكن كلما يزداد بطش هذه الحكومة وتنفيذ اغتيالات على بعض الناشطين والإعلاميين، كلما يزداد انفجار الشعب العراقي والتفافه حول المحتجين في الساحات المتطرفة في جميع أنحاء العراق. وبالتالي لم تنتهي هذه الاحتجاجات في كل محاولات الحكومة، وهذه محاولات بائسة إن شاء الله بإرادة هذا الشعب وبإرادة هذه المحتجين من الشباب الغيارة الذين يأتي من هذه السياسات والفساد وانتشار المخدرات والفوضى والاضطرابات المسلحة والأيمن في إيران على جميع مفاصل الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية. أستاذ فائز، كيف تقرأ تصريح زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي حول حصيلة كبيرة منتظرة من القتلى في مليونية الثلاثاء ببغداد؟ وهذا يعد إفلاس ثاني من زعيم حركة ما يسمى بعصائب أهل الحق أهل الباطل. هذا يعني أسلوب لتخويف المحتجين ولتخويف أبناء الشعب العراقي بعدم الزحف إلى ساحة التحرير وإلى ساحات المنتفضين. ولكن هذا يأس أكيد يضاف إلى هذه الحكومة، وإفلاس ثاني يضاف إلى هذه الحكومة وإلى هذه الزعامات المرتبطة بإيران ارتباط فعلي. نعم، كان هنالك تحذيرات اليوم من السفارة الأمريكية، حذرت فيها الرعايا الأمريكيين من التواجد في مناطق التظاهرات ببغداد الثلاثاء. برأيكم، هل لدى السفارة الأمريكية معلومات مؤكدة باستمرار الحكومة والميليشيات في استخدام آلة القتل وقمع المتظاهرين السلميين؟ بكل تأكيد كل يعني مما تمتلكه الحكومة الأمريكية من تكنولوجيا ومن قضايا استخبارية عالية سادت على جميع استخبارات العالم. بالتأكيد هناك دليل قاطع ولديها العلم بأن هناك ستقوم هذه الحكومة وميليشياتها والقادة المرتبطين من زعامات إيران بحملة اغتيالات أو قد تكون مداهمات إلى هذه الساحات المنتفضة. وبالتالي على الولايات المتحدة بدلا ان تحذر رعاياها ان تكون مسؤوله اخلاقيا وقانونيا، لانها باعتبارها هي الدوله المحتله للعراق وعليها ان تنقذ العراق من ايران ومن الاحزاب المرتبطه بايران وميليشياتها. استاذ فائز، باعتبار الكثير من المتظاهرين الذين كانوا معتصمين في الساحات في مختلف المحافظات يستعدون للتوافد إلى ساحة التحرير ببغداد، وانطلاقا من دور العشائر في حماية المتظاهرين السلميين، كيف تتوقعون أن يكون دور العشائر يوم غد في هذه المليونية ربما للحد من القمع المرتكب؟ العشائر المعروف عنها في عموم العراق هي ذات نزعة عندما تتعرض أبنائها إلى القتل عن طريق أيادي غرباء من خارج العراق المرتبطين بإيران، وبكل تأكيد ستكون هذه العشائر ذات موقف قاسم غدا أتوقع لحماية أبنائهم في الساحات المنتفضة والحفاظ على أعراضهم والحفاظ على شبابهم. وهذا واجب مشرف لهذه العشائر ولشيوخها ورموزها بأن تقف محتجين بكل صلابة. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز شاووش، كنتم معنا عبر الهاتف.